أهلا بكم مشاهدينا، أحييكم وجولتنا الرياضية لهذه الساعة. يدخل المنتخب المصري مباراته الحاسمة مشاهدينا أمام غانا بأمال يراها البعض تلامس سقف المستحيل، بإمكانية الفوز على منتخب غانا بخمسة أهداف نظيفة لتعويض طبعا فارق مباراة الذهاب التي انتهت بفوز النجوم السوداء على الفراعنة بستة أهداف مقابل هدف وحيد. المزيد عن الاستعدادات المصرية في التقرير التالي، تعالوا نتابع. في أجواء غير متفائلة اختتم المنتخب المصري بقيادة الأمريكي باب برادلي تدريباته من أجل لقاء منتخب غانا في إياب المرحلة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بالبرازيل. انتهينا من الاستعداد لمباراة غانا التي ستكون قوية جدا، قلت للاعبين لا بد وأن يظهروا الوجه الحقيقي للكرة المصرية، عانينا خلال عامين من توقف النشاط والأوضاع التي كانت صعبة، أتمنى أن أرد الاعتبار للكرة المصرية وأعلم أن المباراة صعبة لكن لا يوجد شيء مستحيل، وأتوجه بالشكر لكل شخص عملت معه في مصر. المنتخب الغاني أقام معسكرا خارجيا بتركيا بينما اكتفى المنتخب المصري بمعسكر داخلي قبل اللقاء بأسبوع فقط. المباراة صعبة بس مش مستحيلة، بس كرة عودتنا طالما احنا موجودين في الملعب ولسه في 90 دقيقة هنحاول نجتهد ونحاول نساعد الفرقه ونحاول نساعد الجهاز الفني. ما تقدرش تحسبها طبعا، النادي الاهلي خد بطوله افريقيا وهو ما فيش كوره خالص، صح ولا لا؟ منتخب مصر كان الاول وفاز كل الماتشات وما كانش فيه كوره كتير في مصر، ولكن ما تقدرش تحسبها كده. لا مش صعب تماما ولا حاجه والله، كل شيء وارد في كره القدم، يعني في ياما فرقه كانت تبقى خسرانه اربعه وبتكسب وبتتعادل في نفس الماتش في 90 دقيقه. هي النظريه بس ان اللعيبه تبقى عندها ايمان بنفسها وان هي تلعب على ان هي تكسب، بس مش تكسب خمسه، ان صعب قوي تكسب خمسه لو حطيت في دماغك، يعني انها تكسب تحاول انها تلعب ماتش كويس. زي ما كنت بقول احنا اللي ضايقنا بس الماتش الاولاني احنا ما لعبناش كوره. مفيش مستحيل في كره القدم حتى وان كانت المهمه صعبه، صعبه ولكنها مش مستحيل. استعدادات المنتخب المصري لمباراه غانا والتوقعات لها تختلف من نجوم كره القدم عن الصحفيين. الاستعدادات فيها كتير من التشاؤم، ومفيش اي تفكير ان احنا نوصل كاس العالم خلاص بعد من الخساره 6-1 في كوماسي. مباراة مصر وغانا النتيجة كانت في مباراة الذهاب 6-1، نتيجة صعبة وقاسية على منتخب مصر، قضت على أماله بنسبة كبيرة جدا من وصول لكأس العالم. أعتقد إن لو كانت النتيجة إيجابية بصورة أفضل من كده 3-1 أو 2-0 أو أي نتيجة كان يبقى فيه معسكر للمنتخب وكان يبقى فيه استعداد بصورة أفضل. في مهمة شبه مستحيلة من أجل الظهور في مونديال البرازيل، اختتم المنتخب المصري بقيادة الأمريكي باب برادلي استعداداته من أجل مباراة غانا المرتقبة في إياب المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال البرازيل. من أمام استاد دار الدفاع الجوي، عماد يوسف لليوم أعلى الحرة. فعلا عماد، هي مش شبه مستحيلة، هي مستحيلة. المنتخب المصري مشاهدينا ونذكركم بأنه شارك في نهايات كأس العالم بطولتي 34 و90 والاثنين كانوا في إيطاليا وهي الدولة المضيفة، كما بلغت غانا نهاية كأس العالم أيضا مرتين في البطولتين السابقتين عام 2006 في ألمانيا و2010 في جنوب أفريقيا.